فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل فلان صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم أن يقول القائل فلان صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه وهو ليس نبيا أو صحابيا؟ لا بس كان من المسلمين وهو من أهل الفضل وأهل الدين، لا بس، لكن ما يتخذ هذا شعار لبعض الأشخاص، أما أنه يقال لبعضهم لا بس، من غير مداومة على هذا. نعم.